درنا هذه المسابقه المؤذن الصغير اللي كانت فكره بسيطه وتطورت وتبلورت والحمد لله. درنا اعلانات يعني في عبد مواقع التواصل الاجتماعي ملصقات حيث كان توافد الاولياء على هذه المسابقه جد معتبر. وكانت المسابقه في شطرها الاول حيث درنا كما نقولوا احنا المرحله الاولى لتصفيات اللي شارك فيها حوالي 100 طفل عبر اقليم ولايه سطيف من كل مناطق بلديه سطيف والتي اسفرت عنا 10 فائزين اللي راهم اليوم ان شاء الله يشاركوا في التصفيات الاخيره ورايحين نكرموهم وبربي ان شاء الله تكون هذه الطبعه الاولى ورايحين نديروا طبعه ثانيه ان شاء الله في الموسم المقبل. نثمن هذه المبادره وفيها تشجيع وتحفيز لابنائنا حتى يتقنوا هذه الشريعه عفوا هذه الشعيره بأحكامها ومقاماتها. نقول لهم موفقون مباركون لأعمال أكثر من هذا. بمناسبة احتلال المرتبة الأولى في مسابقة المؤذن الصغير الطبعة الأولى كانت مسابقة قيمة، كان يعني شعور رائع، متنافسين يعني في المستوى يعني كانت منافسة متقاربة جدا. وماذا بيا ان شاء الله يكونوا طابعات واحد اخرين في هذه المسابقات مثل هذه المسابقات ان شاء الله.